وسهلا بكم مشاهدي قناة شوف تي في، ومرحبا بكم على لايف مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من شاطئ عين دياب. أمواج قوية، البارح كان البحر طالع بزاف، دابا يلاه البحر جاي كيعمر، يعني مع الريح اللي كاين دابا والشتا، صعب قوي مخلوعين الله يطلع عليهم الماء. تكون الصيادة البرد بزاف، الصيادة ما كتكونش. البارح كانوا امواج واعرين هنا في كورنيش عين دياب، اليوم نتمنى والله ما تكونش البرد، ولكن راه كاين الريح والبحر خايب صعيب شوية. شوف البحر يلاه جاي، يلاه جاي تيعمر والماج واعري، ما تيكون البحر مزيان يلاه جاي تيكون الماج شوية ناقصين عاديين. يلاه جي وماج صعاب شويه، اما لا عمرت هنا وعمر كمل العمره ديالو غتكون صعيبه، غتكون قاصحه شويه. الجو قاصح راه متيبقاوش يصيدو، الله يكون في عونهم. كاين الناس لي الرزق ديالهم هو من البحر، إلا كان الجو مزيان راه كيجيو كيتوكلو على الله، كان الجو صعيب راه كيمشيو مكيبقاوش.